أسرع الكائنات على وجه الأرض. يعتبر الفهد أسرع حيوان على الأرض، وسرعته بتوصل ل 120 كيلو متر في الساعة. سمكة المارلين هي أسرع كائن في الماء، وسرعتها بتوصل ل 109 كيلو متر في الساعة. لكن أسرع كائن على وجه الأرض هو الصقر، وسرعته بتوصل ل 390 كيلو متر في الساعة. الصقر في العادي بيطير بسرعة بتوصل ل 55 كيلو متر في الساعة، لكن لما بيطير ورا فريسة سرعته بتوصل ل 110 كيلو متر في الساعة. ولما بينحدر من ارتفاعات بيستغل الجاذبية، وسرعته ممكن توصل ل 390 كيلو متر في الساعة.